تحت رعاية مدير تربية قصبة عمان هايل دعجة ومدير شرطة جنوب عمان العقيد علي الزعبي، عقدت مدرسة ابن زهر من خلال مديرها محمد ذيب الغول اجتماعاً لأولياء أمور الطلبة بمشاركة عدد من التربويين في منطقة الزهور لبحث أبرز المشاكل التي تواجه العملية التربوية والتعليمية لمدارس المنطقة. نحن الآن في مدرسة ابن زهر في كلستر الزهور. حقيقة هذا الاجتماع هو اجتماع تشاركي ما بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية في هذه المنطقة. الهدف منها هي بث جسور التعاون ما بين المدرسة والمجتمع المحلي، وكذلك ما بين وزارة التربية والتعليم والمجتمعات المحلية، بحيث تكون هنالك علاقات وطيدة وتعاون وثيق حتى نحقق ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم، ألا وهو الارتقاء بمستوى أداء أبنائنا الطلبة من خلال التشاركية والتفاعل الطيب إن شاء الله تعالى لمصلحة أبنائنا الطلبة. وكذلك لا ننسى دور معلمينا، لهم حق علينا ولهم علينا واجب أن نقدم لهم الخدمات التي نستطيع أن نقدمها. لقاء اليوم هو لقاء مهم جدا وفي مكان مهم جدا، ألا هو المدرسة، وهو أهم مكان ممكن أن نلتقي فيه مع المجتمع المحلي وترجمه للشرطة المجتمعية التي دائما نسعى بكل الطرق وبكل الوسائل أن نتواصل مع المجتمع المحلي من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية لبناء جسور ثقة وقوية جدا مع المواطنين من أجل توفير الأمن والحماية وتحقيق الأمن الشامل. يعني هذا اللقاء التربوي يقيمه مدرسة ابن زهر للتعامل مع بين أولياء الأمور والطلبة ومجلس المحلي المدينة. احنا اليوم فخورين جدا بلقاء نخبة من أبناء المنطقة، وكان في بوجود مدير التربية. مدير التربية طبعا برحب فيه، لكن قدم شوية من المعلومات اللي هي غير دقيقة. المشكلة ليس في الموازنات يا إخوان، إحنا بمنطقة قصبة عمان مشكلتنا في الأراضي أو توافر أراضي لإنشاء مدارس أو إنشاء مراكز صحية عليها. التمويل موجود. أنا بتذكر خلال مناقشة الموازنة قبل شهرين تقريبا كان في مندوب التربية موجود عندنا، طرحنا له قلنا له إحنا بدنا نعطيك السنة هاي من ميزانية محافظة العاصمة ما يقارب مليون دينار لعمل صيانة في المدارس أو إضافات صفية. تفاجأنا بجوابه بعدم قدرة طاقم الصيانة في مديرية التربية بعمل صيانة لهذه المدارس. والله اللقاء كان اليوم مفيد جدا، وكنا بحاجة ماسة لهاي الاجتماع مع مسؤولين لحتى نطرح قضايا عديدة، وفهمنا منهم كمان النظام الجديد للامتحانات وللرسوب وللتوعية، فكان اللقاء فعلا مفيد ورائع. بس أنا حابين أن نقدم انتقادهم لحصص النشاط اللي عملوها، عملوا لنا حصتين نشاط. الأساتذة نفسهم مش عارفين إيش بدهم يعطوا بهاي الحصص، وهاي الحصص بصراحة أجت عبء، يعني في على حساب مواد تانية مثلا اللغة الإنجليزية خفضوا نصاب الحصص، في مواد تانية أهم. الحضور أكدوا على مدى أهمية التعاون بين المدارس والمجتمع المحلي، وأن التعليم قضية مجتمعية لا بد أن يشارك فيها جميع الأطراف من الأسرة والمدرسة وجميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وإعطاء دور أكبر لأولياء الأمور للمساهمة في دعم العملية التعليمية.